صباحكم الله بالخير جميعا. اليوم الاربعاء 16 مارس الساعة تقريبا 4:30 او 5:30 الفجر عفوا. سيارة التاكسي الان تحت تنتظرني. باختصار انا الان في منزل عائلة، انا جاي ادرس اللغة الانجليزية في نوريتش في بريطانيا، والعائلة اللي أنا عندها قالت لي اطلع برا، انا مسؤولة عنك، فيروس كورونا يخوف وابي احد يدخل يطلع عندي، وانت غريب وانا خاف على نفسي وتشكل خطر على عائلتي، اطلع. العوائل الثانية اللي كلمتهم كلهم او اللي كنت متفق معهم اجيهم، مع الحوسة اللي صارت كلهم رفضوا اني اجيهم. اركب السيارة وادر خير جميعا. طيب انا ركبت السياره متوجهه لندن، انا والشيخ ابو عابد. ابو عابد صباح الخير. ابو عابد تقريبا نفس الوضع، بس الفرق بين عائلتي وعائلته ان عائلته قامت تلمح تقول انا كبيره في السن وكورونا، يعني اللي صار معي اشخاص في البيت، تلميح في اي وقت ممكن تطرد. انا طردتني على طول، قالت اطلع. فالان ان شاء الله بتوجهين لندن، السفاره تقول حياكم الله تعالوا عندي، ابحتويكم يا عيال الوطن. شيء جميل جدا. ان شاء الله الامور تمشي على خير والامور تزين باذن الله والاوضاع تهدى. ابشركم الان وصلت للفندق. طبعا حكومتنا الله يجزاها خير حجزت لي فندق على حسابها مع 3 وجبات اقامه كامله لمده مفتوحه الى ان تنحل الازمه. ومن افضل الفنادق في لندن. انا اتصلت على السفاره امس وقلت لهم انا عندي مشكله، لان العائله انا ساكن عندها طردتني، الطيران موقف، فانا عندي ما ادري وين اروح. قال خلاص ارسلنا بياناتك، اسمك، رقم الهويه، رقم الجواز. ارسلتهم بياناتي، جتني رساله: احمد توجه الفندق الفلاني في لندن، وتكاليف النقل يعني قالوا لي ارفق لنا فواتير نعوضك اياها، يعني كل شيء زايد عن إقامتك على حسابنا، يعني عشان احنا وقفنا رحلاتكم وعودتكم للسعودية كل شيء على حسابنا. أنا من هذا المنطلق أحب أشكر حكومتي، حكومة خادم الحرمين الشريفين الله يجزاها خير. صراحة والله العظيم يعني احنا في بلاد الغرب خدمات الدولة السعودية انهم يعني ما قصروا معنا، لا من تواصل السفارة ولا من موظفين السفارة ولا والله العظيم صراحة اللي يتصل عليك واللي يقول ها وينك وصلت. موظف السفارة متواصل معي من يوم دقيت عليه أمس أو قبل أمس، قلت له عن مشكلتي وهو متواصل معي يوميا: أحمد وش صار عليك؟ ها وين وصلت؟ إذا بغيت شيء دق علي، إذا ما عرفت تتكلم دق علي أنا أترجم لك، لأنه يدري أني طالب وإني توني ما بعد عرفت اللغة. فوالله العظيم صدق يعاملونك معاملة أخوة، معاملة يعني كأن السفارة كأنها أبوك يحضنك في الدولة هذه. صدق تعامل جدا مشاعري ما أدري أقول، ثاني انعقد، بس شيء جميل جدا يعني احتواني في طبعا حنا في بوفيه الآن فطور، طبعا فطور وغدا وعشاء. السفارة متكفلة أو الحكومة الله يعزها متكفلة بإقامة كاملة لجميع المواطنين اللي واجهتهم مشاكل أثناء أزمة كورونا.